السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنكمل النهاردة دروس مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول الصف السادس الابتدائي، ومعاكم مستر سيد مهر. النهاردة إن شاء الله هنكمل الوحدة الرابعة، هناخد الدرس التاني والتالت، الاتنين بيتكلموا على حاجة واحدة. بعد ما خدنا الدرس الأولاني اللي هو كان أنواع البيانات، وقلنا أنواع البيانات كان فيه بيانات وصفية وفي بيانات كمية. النهارده الدرس عنوانه تجميع البيانات الإحصائية الوصفية وتجميع البيانات الإحصائية الكمية. دول درسين بس دول بيعلمونا فيهم ازاي بنعمل الجداول نفسها بتاعت الرسم البياني. هنتعلم نعمل ازاي الجداول في الامتحان ده، ما بيطلبش منك، انت بيطلب منك ترسم الرسم اللي بيجيلك، لكن ما بيطلبش منك تعمل ازاي الرسم الجدول بتاع الرسم البياني. هنبدأ نشوف النهاردة ازاي بيتعمل الجدول، ودوت زي ما قلنا ما بيطلبش في الامتحان، بس طبعا لازم نقوله ولازم تاخده. لو جينا عندنا بيقول لي اولا تجميع البيانات الاحصائية الوصفية. هنشوف ازاي البيانات الوصفية بتبقى موجودة وازاي بيعملوا منها الجدول بتاع الرسم البياني. تعالى كده نبص، لو عندنا زي ما احنا شايفين كده بيقول لي بسؤال التلاميذ في الصف السادس وعددهم 30 تلميذ عن اسم النادي الذي يفضلوه، فكانت اختيارات التلاميذ كالآتي. اولا زي ما انت شايف كده التلميذ الاولاني اختار النادي المصري، الثاني اختار النادي المصري، الثالث اختار الاهلي، الرابع اختار الزمالك، الخامس اختار الاسماعيلي، السادس اختار المصري، السابع اختار الاهلي، وهكذا. قعدنا نسأل ال 30 تلميذ كل واحد فيهم بيشجع انهي نادي، وطبعا الاهلي مكتسح كالعاده برغم ان انا زملكاوي، بس ما فيش مشكله لان هي دي الحقيقه، ان الاهلي هو العدد الاكبر في مصر. فانت لو عديت الكلام اللي مكتوب هتلاقيه 30 كلمه مكتوبه على قد ال 30 تلميذ. طبعا المنظر ده كده ما نقدرش نستفيد منه باي حاجه، دي بنقول عليها بيانات غير منظمه. ازاي البيانات دي بقى بتتنظم؟ عشان البيانات دي تتنظم بنبدأ نعمل جدول زي اللي ظهر قدامك دلوقتي. الجدول ده بنبدأ نكتب فيه البيانات اللي عندنا. بنكتب فيه البيانات اللي عندنا ازاي بقى؟ اولا اول حاجة بنعملها، احنا عندنا دلوقتي بنكتب اول حاجة في اول خانة النادي، فهنكتب هنا النادي اهو، وهنبدأ نكتب أسامي النوادي اللي اتذكرت مع الولاد لما سألناهم. عندنا أول نادي المصري طبعا بحكم اللي هو مكتوب الأول، بعدي الأهلي، بعدي الزمالك، بعدي الإسماعيلي، وبعد كده نادي الاتحاد. دي النوادي اللي التلاميذ بيشجعوها. طب بعد ما بنكتب اسم النادي بنكتب هنا في الاخر المجموعة. جميل قوي. بعد كده بنيجي هنا نكتب حاجة اسمها العلامات. ايه العلامات دي بقى؟ هنبدأ نعد كل نادي اتذكر اسمه كم مرة، ونعمل قدام كل مرة علامة. يعني ايه؟ يعني انا باجي مثلا هنبدأ بالنادي المصري. النادي المصري تعالى كده عد معايا، اللي هنعده هنشطبه، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. يبقى أنا كده النادي المصري طلع عددهم كام واحد؟ طلعوا اتناشر واحد. جميل أوي. هنقوم جايين هنا عاملين أدي علامة اتنين تلاتة أربعة، لأ في علامة زيادة كده،
ثواني نمسح. بتعمل اربع علامات كده وتقوم قافل العلامه الخمسه عليهم كده، كده خمسه. طيب ادي واحد اتنين تلاته اربعه وادي الخمسه، كده كام؟ كده 10 علامات. فاضل كام علامه؟ احنا قلنا هم 12، فاضل علامتين، يبقى كده 12 علامه ونكتب هنا 12. الارقام بقى بنكتب عليها هنا التكرار، يبقى النادي اسمه اهو، العلامات اللي اختاروه كام واحد، وبعد كده عددهم 12. طب النادي الاهلي، تعال نعد الاهلي بقى وهنلاقي اكيد ليه شعبيه كبيره قوي. هنبدا نعد الاهلي كام واحد، ادي واحد ادي اتنين ادي تلات ادي اربعه ادي خمسة ادي ستة ادي سبعة ادي تمانية. طلع الاهلي 8، مع ان انا قايل للراجل وهو بيعمل الملزمة يخلي الاهلي اكتر واحد، بس يلا مفيش مشكلة. طيب يبقى الاهلي طلع 8. العلامات هتتعمل ازاي؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة أربعة، وأدي الخمسة بتاعتهم، وأدي واحد اتنين تلاتة عددهم 8. طب الزمالك، الزمالك النادي المفضل بتاعي بقى، تعال نشوف عددهم هيبقى كام. أدي واحد، فيش هنا تاني زمالك، انزل تحت، أدي اتنين أدي تلاتة أدي أربعة ادي خمسة ادي ستة. يبقى احنا عندنا 6 زمالك. الراجل سمع كلامي في حاجة وحاجة لا، ماشي يا عم. يبقى انا عندي الزمالك 6، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، واقفل الخمسة كده، وادي السبت، يبقى الزمالك 6. طب الاسماعيلي، تعال نشوف الاسماعيلي عددهم كام واحد. ادي واحد ادي هنا مفيش، السطر اللي بعده اتنين اتنين، يبقى الاسماعيلي 2. تعال نحط للاسماعيلي علامتين، ادي واحد اتنين عددهم 2. طب الاتحاد، يا ترى الاتحاد كام واحد؟ تعال نعد الاتحاد، امشي امشي كده، مفيش في السطر ده، مفيش في السطر ده، فيها واحد للاتحاد اهو، ده اسكندراني ده. ونمشي تاني تاني تاني، ادي واحد كمان للاتحاد. طلع كام واحد للاتحاد؟ طلعوا 2. يبقى زي ما عندنا الاسماعيلي 2، عندنا الاتحاد 2. تعال بقى نحسب المجموع بتاعهم كام. دول 12 و8 يبقوا 20، 20 وادي 6 26، 26 و2 28، 28 و2 يبقوا 30. يبقى المجموع 30 30. وكده احنا قدرنا عن طريق البيانات اللي مش مفهومه او مش منظمه دي نقدر نعملها في جدول بالشكل ده ويبقى منظم. وعشان نسهل لك بقى الجدول في الامتحان بنعمل ايه بقى؟ بنقوم جايبينه لك بالشكل ده. الشكل دوت سيادتك بيجي لك كده، مكتوب هنا النادي، وهنا مكتوب عدد التلاميذ تحت. تعالى بس نديها لون غامق كده عشان يبان عدد هنا عدد التلاميذ. الجدول بيجي لك بالشكل ده، ده اللي بيجي لك بقى عشان انت ترسمه. بتبدأ تكتب فوق
اسم النادي، يعني احنا عندنا النادي المصري، بعدين الأهلي، بعدين الزمالك، بعدين الإسماعيلي، بعد الاتحاد، وآخر خانة بتبقى المجموع. عدد التلاميذ المصري كان 12، واضح ان الراجل اللي عمل الملزمة بورسعيدي. الاهلي 8، الزمالك 6، الاسماعيلي 2، الاتحاد 2، المجموع 30. وده الشكل اللي بيجي لك في الامتحان عشان ترسمه. ده كده زي ما قلنا تجميع البيانات الإحصائية الوصفية اللي فيها كلام. طب تعالى نشوف بقى البيانات الكمية بيجمعوها ويعملوا منها الجدول ازاي. لو احنا عندنا بيقول لي هنا بسؤال تلاميذ الصف السادس وعددهم 30 تلميذ عن عدد الأيام التي تغيبها كل تلميذ، فكانت الإجابة كالتالي. أولا سألوا كل واحد غبت كام يوم، مع ان الغياب زي ما احنا مكتوب كده هو على جنب، ابتعد عن الغياب، لان الغياب يؤثر على مستواك ويقلل من تحصيلك العلمي، بس احنا بنحاول نعوضك اهو الحمد لله. سألنا ال 30 تلميذ، طبعا هنا احنا شايفين بقى البيانات اللي مكتوبه ارقام مش كلام زي اللي فات. هنا عندنا واحد، اول واحد غاب 15 يوم، الثاني غاب 6 ايام، اللي بعديها غاب 10 ايام، اللي بعديه 29 يوم، اللي بعديه 21 يوم، 17 يوم، وهكذا. دول ال 30 تلميذ كل واحد فيهم غاب كام يوم. طبعا البيانات بالمنظر ده بتبقى صعبه. احنا هنا برضه هنتعلم ازاي نعمل الجدول اللي بيجي لنا عشان يترسم، وزي ما قلنا ده مش مطلوب منك، بس في شويه معلومات لازم تعرفها مهمه جدا بقى. اولا لما بنيجي نعمل البيانات دي في جدول، أول حاجة بنحدد أكبر قيمة من الأعداد، يعني أكبر رقم من الأعداد اللي مكتوبة فوق دي. تعالى كده ندور على أكبر رقم هنا كام، فين أكبر رقم؟ أكبر رقم أكتر واحد غاب 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 أهو 29 يوم، ده أكبر رقم موجود، دي بنسميها أكبر قيمة. يبقى احنا بنحدد اكبر قيمة واصغر قيمة. هنشوف فين اصغر قيمة. اصغر قيمة اقل واحد غاب، ده اللي ما بيغيبش بقى خالص، غيابه قليل اهي 5، مفيش اصغر من كده. وبنبدأ نعمل ايه بقى؟ بنبدأ ناخد اكبر قيمة واصغر قيمة دول ونطرحهم من بعض. لما بنطرحهم من بعض بنحسب حاجة اسمها المدى، وده من أهم الحاجات اللي لازم بيجي عليها سؤال في الامتحان. رقم 2 هنا بيقول لي نحدد مدى هذه القيم. المدى هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، وده تعريف مهم جدا وبيجي لك في الامتحان التعريفي، ويقول لك التعريف ده بتاع إيه، الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة، التعريف ده بتاع المدى. يبقى التعريف ده لو جالك تبقى عارف انه المدى بيتحسب ازاي. بنطرح اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة، 29 ناقص 5 ده اكبر رقم وده اصغر رقم، يطلع 24 يوم. بعد كده بناخد الايام اللي احنا جبناها دي اللي هي 24 يوم، بنقسمهم مجموعات متقاربة. يعني ايه متقاربة؟ ان احنا بنحدد مثلا عايزين كل مجموعة يبقى فيها 4 أيام 5 أيام زي ما أنا عايز. ده تحديد عدد الأيام ده اسمه طول المجموعة. فبنيجي نعمل إيه بقى؟ نيجي ناخد المدى اللي هو 24 ده، إحنا عايزين نخلي كل 5 أيام لوحده، يعني إحنا اللي عايزين نعمل إن المجموعة دي طولها 5. فبنيجي نقول إيه؟ عدد المجموعات عشان نحسب إحنا عندنا كام مجموعة، بناخد المدى نقسمه على طول المجموعة اللي احنا محددينه. يعني بنقسم 24 ده المدى على طول المجموعة، يطلع 4.8. بنعمل لها تقريب، التمانية دي معروف ان هي بتزود، فهتزود الاربعة واحد فتبقى 5، فالتمانية تزود الاربعة واحد فتبقى 5، يبقى انا كده عندي عدد المجموعات
5. طب يا مستر انا مش فاهم كل الكلام وبغي ده، اللي مطلوب منك تعرفه حاجتين تلاتة في القصة دي كلها. ايه هي بقى؟ ان انت لو عايز تحسب المدى هتاخد اكبر قيمة اللي هو اكبر رقم يعني، وتنقص منه اصغر قيمة، ده المدى. طيب لو قال لك احسب عدد المجموعات تعمل ايه حضرتك؟ هتاخد المدى تقسمه على طول المجموعة، وهو بيبقى مديك البيانات اللي انت هتحل بيها. ولو طلب منك طول المجموعة هتاخد المدى تقسمه على عدد المجموعات. يبقى انا عندي دول اعتبرهم 3 قوانين تحفظهم: المدى يتحسب ازاي، عدد المجموعات يتحسب ازاي، طول المجموعة يتحسب ازاي. المدى عشان احسبه بطرح اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة، عدد المجموعات بقسم المدى على طول المجموعة، طول المجموعة بقسم المدى على عدد المجموعات. ولاحظ ان دول بيتبدلوا مع بعض، يعني عايز عدد المجموعات اقسم المدى على طول المجموعة، عايز طول المجموعة اقسم المدى على عدد المجموعات. طيب وبيعملوا بقى الجدول ازاي بعد كده؟ لو جينا نشوف الجدول بيتعمل ازاي هتلاقي بيعملوا كده، يقول لك ايام الغياب 5 ويحط جنبها شرطة، 10 شرطة. الشرطة دي معناها ان ده من 5 ل 10 ايام، يعني هو غايب من 5 ايام لغاية 10 ايام. طب اشمعنى انا اخترت العشرة؟ عشان هي اللي بادئة المجموعة اللي بعدها. طب التانية غايب من 10 ايام ل 15 يوم، اللي بعديها غايب من 15 يوم حسب الرقم اللي بعده، اللي بعده 20 يبقى ال20 يوم، ال20 ل 25 يوم، 25 لغاية 30 يوم. وده عدد الناس اللي غابت، اللي غابوا من 5 أيام ل10 عددهم 3، دي العلامات وده التكرار. اللي غايب من 10 أيام ل 15 يوم عددهم 4 تلاميذ، من 15 يوم ل20 يوم عددهم أدي 5 وأدي 2 يبقوا 7 تلاميذ، من 20 يوم ل 25 يوم عددهم دول 9 تلاميذ، من 25 يوم ل 30 يوم عددهم 7 تلاميذ. وبرضه زي ما بقول لك عشان ما تخافش وتحس ان الكلام هنا كتير قوي، الاسئله ما بتجيش بالشكل ده خالص. تعال نشوف الاسئله بيبقى شكلها عامل ازاي. ده شكل الاسئله. يقول لك هنا ايه بقى؟ المدى لمجموعه من القيم يساوي، هتقول له ايه؟ يساوي اكبر قيمه ناقص أصغر قيمة. ده أكتر حاجة تهمنا في الدرس، الأسئلة بتيجي إزاي. طب عدد المجموعات لما نيجي نحسبها نحسبها إزاي؟ بنقسم المدى على طول المجموعة، ده برضو القانون احنا لسه قايلينه من شوية. المدى للقيم دي هو ايه؟ لما يديك ارقام كده وعايز المدى بتبدا تشوف اكبر رقم هنا كام، اكبر رقم 14 واصغر رقم 1. المدى يتحسب ازاي بقى؟ بنطرح اكبر قيمه اللي هو 14 ناقص 1 يطلع 13. طب هنا المدى للقيم دي اكبر رقم هنا كام؟ 21، اصغر رقم فيهم 2. هي دي اهم حاجة، تطلع اكبر رقم واصغر رقم، تطرح 21 ناقص 2 يطلع 19. طيب اذا كانت 78 هي اكبر مفردات مجموعة يعني اكبر رقم، وكان المدى يساوي 36، ده المدى، عايزين نجيب اصغر المفردات. ركز معايا شوية بقى، احنا لما بنيجي نحسب المدى بنحسبه ازاي؟ لسه قايلين اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة.
هو بيقول لك هنا ان المدى ب 36، يعني المدى ده ب 36، حط يا عم تحت 36 اكبر قيمه اللي هي 78، دي مديها لك، ناقص اصغر قيمه بقى دي مش معروف، عايزين نعرف دي كام. يعني احنا بالبلدي كده عايزين نعرف 78 ناقص كام يطلع 36. فحضرتك هتطرح 78 هتشيل منها ال 36 هيطلع 42، يبقى انا هنا اصغر حاجه في المفردات هتطلع 42، عشان لما تطرح 78 ناقص 42 اللي احنا عايزين نعرفها دي يطلع فعلا 36. طب هنا بيقول لي اذا كان المدى لمجموعه من القيم 40 وعدد المجموعات 10، يبقى طول المجموعه يساوي كام؟ طول المجموعه لما بنيجي نحسبه بنقسم المدى اللي هو 40 على عدد المجموعات اللي هو 10، يطلع طول المجموعة 4. وكده الدرس خلص، ويبقى فاضل لنا ازاي نرسم البيانات ونمثلها بالرسم البياني، وده هنشوفه المرة الجاية، وده هيبقى آخر درس إن شاء الله. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.